فمن هو الأمين يا أهل السيادة ويا أهل الوزراء، يا أهل المجلس السيادي ويا أهل مجلس الوزراء؟ من هو هذا الأمين على الدماء والأرواح التي تزهق في الشوارع والطرقات والأرياف؟ من هذا الأمين؟ أليس فيكم رجل أمين؟ أمين على الدماء، أمين على الأرواح، أمين على المكتسبات، أمين على وحدة الناس، أمين على هؤلاء الناس الذين سلموا رقابهم لكم ولكنكم تركتموهم يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، وأنتم تتشاكسون وأنتم تتنعمون وأنتم راقدون. لا ترفق ولا يرف لكم طرف. عشرات القتلى في جبل مون، عشرات القتلى في شمال كردفان، عشرات القتلى في دارفور، عشرات عشرات ومئات. كل هذه الدماء لا تحرك ساكنا فيكم؟ أين ذاك الاتفاق الذي سموه سلام جوبا؟ أين هو؟ إذا كان هذا السلام يأتي بهذه الأرواح ويأتي بهذه الدماء، فما فائدته وما فرقه من الحرب؟ يا قادة الحركات، من كان منكم مسلما مؤمنا بالله واليوم الآخر ويخشى الله ويتقي في أولئك الناس المساكين، في أولئك الضعفاء، في أولئك الذين أيدوكم ووقفوا معكم وأينما جئتم وحللتم ذهبوا إليكم واستقبلوكم، أهكذا جزاؤهم يا حاكم دارفور؟ أهؤلاء هكذا جزاؤهم؟ أما تخشون الله؟ أما تخافون من هذه الدماء أن يؤاخذكم الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة؟ قد بحت أصوات العلماء والفقهاء والخطباء بتحريم الدماء، ولكنكم في غيكم سادرون، وكأن آذانكم قد صب عليها الآن، لا تسمعون ولا تفقهون ولا تعقلون، كما قال الله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون.